وللحديث عن استمرار سياسة الإفلات من العقاب في العراق وتبرئة الضابط في قوات الرد السريع عمر نزار رغم الاتهامات الموثقة ضده بقتل المتظاهرين، معنا عبر الهاتف من عمان أستاذ القانون الدولي دكتور رحيم الكبيسي. أهلا بك معنا دكتور رحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وتحياتي لمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك دكتور رحيم. بداية، في أي سياق تقرأ تبرئة الضابط في قوات الرد السريع عمر نزار من الجرائم الموثقة عليه بالصوت والصورة أيضا؟ مع كل الأسف هذا الشخص إذا نقول من الناحية القانونية فالجرائم موثقة وأدلة الإثبات واضحة، وأدلة الإثبات هذه صوبت من خلال وثائق التي ارتكبها نزار وثقتها قوات التحالف، سواء كان في الموصل وبعد ذلك في الناصرية، قام بنشرها صحفي أجنبي من أصل عراقي اسمه علي أركادي. هذا الشخص مهتم بالقتل والاغتصاب، بالقتل والاغتصاب، وفق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 وتعديلاته الجريمتين عقوبتها الاعدام. جريمه الاغتصاب عليها الاعدام بعد تعديل قانون العقوبات من 2001، وجريمه جريمه القتل واستغلال النفوذ، هو يرتكب جريمه بملابسه العسكريه مع كل الاسف. وان كان في الموصل عندما كانت قوات التحالف تشترك بحجه تحرير المدينه من داعش، ثم بعد ذلك في جسر الزيتون عندما اصدر رئيس الوزراء انذاك عادل عبد المهدي اوامر الى جميل الشمري، وهو كان هذا الضابط عمر نزار فخر الدين الجبوري وهو الاسم اللي كان برتبه رائد، اصدر له الاوامر. اذا الفاعل الاصلي هو هذا الشخص، والمحرر هو جميل الشمري اللي كان برتبه مع كل الاسف لم يحاسب احد. فانا استغرب طبعا، المساله ليست احاله الى القضاء والقضاء برا، وانما وزاره الداخليه، هو محسوب على وزاره الداخليه من خلال استخبارات الرد السريع، اذا هو محسوب عليهم. وبالتالي عندما مثل مره اخرى، عندما اعيد اعتقاله مره اخرى، عندما نشر موقع دير شبيغل الالمانيه ووثق بالصوت والصوره الجرائم التي ارتكبها سواء بالاغتصاب او بالقتل، يجب ان يحال الملف كله الى القضاء وبعد ذلك يلقى جزاءه. لكن مع كل الاسف وزاره الداخليه من 2003 لحد الان هي مجموعه ميليشيات تابعه، وبالتالي الوزير لا يملك من الامر شيئا مع كل الاسف، وفي حين هو خريج كليه عسكريه. طيب هذا وزير الداخليه الان لا يملك من الامر شيئا، والحل والربط بين اولئك الذين يرتبطون بايران. دكتور رحيم، يعني رغم هذه الفيديوهات والصور التي شاهدناها والتي تدين هذا الضابط، يعني على اي اساس لربما قانوني اعتمدت هذه المحاكم بتبرئة الضابط؟ ما هو السند القانوني الذي اعتمدت عليه ولو كانت حجة واهية؟ لا يوجد سند قانوني، هم يعتقدون أنه تلقى أوامر ونفذ هذه الأوامر. الأوامر التي تصدر من أعلى الهرم العسكري أو الهرم الشرطي أو حتى في نطاق الوظيفة العامة، إذا أدى تنفيذ هذا الأمر إلى ارتكاب جريمة لا يجب للمرؤوس أن ينفذ أمر الرئيس. هذه في كل مكان، إذا انطوى هذا الأمر على ارتكاب جريمة، وهو عندما يقول أنا احتميت بالأوامر التي صدرت من أعلى أو من رؤسائي. إذا وإذا تتذكر قبل أيام عندما قيل أنه أعيد اعتقاله مرة أخرى من حوالي أسبوع أو 10 أيام، ظهر بفيديو يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء، أنا بريء، وبنزلته العسكرية مع كل الأسف. عندما يحال إلى التحقيق أول كلام نزع الرتبة العسكرية، يجب أن تنزع الرتبة العسكرية للتحقيق معه، لكنه يتباهى بهذه الجرائم التي ارتكبها من خلال المجموعة التي تحميه، وبالتالي يقلد هو وغيره من العقاب للجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين وضد المدنيين وضد الأطفال وضد برأيك دكتور
برأيك دكتور رحيم هذه التبرئة هي تبرئة يعني سياسية وليست تبرئة قانونية؟ بالضبط بالضبط، وهذه جريمة ضد الإنسانية. هذا المجرم لن يفلت من العقاب في مستقبل الأيام، اليوم غدا. هذه جرائم ضد الإنسانية. هو الآن إذا توفرت له من خلال هؤلاء الذين يحكمون إصدار قرار بتبرئته، لكنه مستقبل الأيام الجريمة موجودة، والأدلة الإثبات موجودة وموثقة بالصوت والصورة، وبالتالي سينال جزاءه العادل إن أجلا أو حاجة. أيضا هنا يعني يبرز سؤال عن دور المنظمات الحقوقية الدولية في يعني مثل هذه المحاكمات، ألا يمكن النقض يعني بهذه القرارات وهذه الأحكام عموما؟ بالنسبة للداخل هو الذي يرتكب الجريمة، إذا لم يكن القانون الوطني قادر على محاسبته، أو القضاء الوطني قادر على إدالته، وبالتالي لابد أن يلجأ إلى القضاء الدولي، خصوصا في الجرائم ضد الإنسانية. المنظمات الدولية توثق الحقيقة، منظمة إنهاء الإفلات من العقاب نشرت أيضا هي بدورها بالوثائق المصورة جرائم قتل واغتصاب وانتهاكات ضد عشرات المدنيين التي مارسها مثل هذا الشخص في الموصل وعلى مكانات أخرى، ولا تنسى ما حصل في الصقلاوية، ما حصل في الرزازة، ما حصل في أماكن عديدة. هؤلاء هم عندما يعتقدون أن الإفلات من العقاب وأن المجموعة التي تحميهم، وبالتالي سيتمادى في ارتكاب هذه الجرائم أكثر فأكثر، وبالتالي في تصوري يجب أن يتحرك المجتمع الدولي. صحيح منظمة حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية وثقت هؤلاء وأشارت في الاتهام إلى هؤلاء، لكن لا زالوا فريقين الصراع، لا زالوا يعتقدون أنهم قد فلتوا من العقاب، لكن عقاب رافع إلى عقاب رب العالمين في الآخرة، عقاب في الدنيا لا بد أن يكون قريبا. نعم، إذا كنت ضيفا عبر الهاتف من عمان أستاذ القانون الدولي الدكتور رحيم الكبيسي، شكرا جزيلا لك.